السلام عليكم حبايبي، جيت اليوم جيت لكم واحد الوصفه اللي كل شيء تيقلب عليها، اللي هي الخبز ديال البرجر. كيف تناكلوه في المحلات المعروفه بهذا النوع ديال الساندويتش؟ تبعوا معنا الفيديو باش نشوفوا طريقه التحضير ديالو، لي زانغريديون ديالو، وكيفاش نحضروا على هذا الريزولتا اللي مذهبه ولا بهذا الشكل ناتورال. يعني فيديو ما فيش الوقت بزاف، ولكن فيه افاده كبيره لحقاش، غادي ينفعك في هذه الفتره الرمضانيه باش تحضري ساندويتشات للعائله ديالك والوليدات خصوصا. شكرا بزاف، ولا كنتو جديد في القناه ديالي ما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. نخليكم وندوزو للمقادير وطريقه التحضير. اذا هذه الوصفه ديال الخبز ديال البرجر كنحتاجو 500 غرام ديال الفورس، يكون كاليتي ديالو زوينه، غنخدم بامغاليتا. تنحتاجو 300 غرام ديال الماء، تنحتاجو 40 غرام ديال الزيت البلديه، تنحتاجو 50 غرام ديال السكر، تنحتاجو 10 غرام ديال الخميره، 10 غرام ديال الملحه، والتزيين تنحتاجو البافو او الزنجلان ابيض، ولا نقدروا نخليوه ناتور، كيف كل واحد كيفاش يبغي تيبغي الخبز ديال البرجر ديالو. اذا ندوزو للطريقه ديال التحضير ديالو. على بركه الله، في البول ديال الروبو ديالنا، ولا نقدروا نعجنوه حتى بايدينا، تنحطوا 500 غرام ديال الفورس كيف قلنا، تكونوا غربلناها قبل، تنحطوا 10 غرام ديال الملحه، نحاولوا نحتفظوا فيها غير في جنب. الخميرة ديالنا 10 غرام، تنحطو السكر ديالنا، وبيان سور الزيت البلدية، وغنحاولو نديرو واحد البوي ونخويو المدافي ديالنا. ومن بعد نعجنوه في الروبو ديالنا ونوريكم النتيجه ديال العجينه كيف خاصها تكون. اذا كيف تنشوفوا الروبو ديالنا تيعجن، وخاصنا نتاكدوا ان الجناب ديال البول ديالنا ما تكونش تاسقه فيهم العجينه باش العجينه كلها تجانس، ونقدروا كاع نستعملوا سباتول باش نهبطوها. اذا من بعد ما الروبو ديالنا كمل العجينه، غنخرجوا العجينه ديالنا من الروبو، وخاصها تكون بهذا الشكل هذا، ما لاصقاش في الجنب وما لاصقاش لينا هنايا. اذا غندوزو دابا باش نوريكم كيفاش غنقطعوها باش نشكلوها على شكل برجر. اذا العجينه ديالنا ها هي واجده، عبرتها لقيت فيها القوام ديالها تيكون بهذا الشكل ديالها، ومني عبرتها لقيت فيها 940 غرام. الخبز ديال البرجر تيكون فيه ما بين 90 غرام و 110، 90 غرام الا كان برجر صغير و 110 غرام الا كان برجر ناس كبار. انا غندير فيه 110 غرام وغنقسم العجينه ديالي، غتعطيني 8 الخبيزات وغتشطي شويه العجينه. اذا غنمشيو بهذه الطريقه هذه ونعبروا العجينه ديالنا شحال فيها. هنا فيها 120، غنقصوا شويه، هنا 110 كيف تشوفوا معايا في الكاميرا، ونكملوا بهذه الطريقه حتى نحطوا العجينه ديالنا كامله، نقطعوا العجينه ديالنا كامله. اذا كيف قلت لكم العجينه ديالنا من بعد ما شدناها على شكل خبيزه ديال البرجر اللي فيهم 110 غرام، شاطنا شويه ديال العجينه. الناس غيقولوا لا نزيدوها في واحده اخرى تجي كبيره بزاف، يعني نحاولوا ما نفوتوش في الخبز البرجر، ما نفوتوش 110 غرام، 100 ولا 90 غرام، يعني 90 غرام 100 110 باش الخبز يجي بشكل واحد وفورمه واحده وما يجيش كبير بزاف. اذا من بعد ما حطيناها في البلاك ديال الفران مغطيه بورق الزبده وحاطين فيها لي زومبورت بيس، كل وحده غنقرصوها في الخبز بهذه الطريقه بهذا الشكل هذا، ونخليهم يخمروا، ومن بعد غنحطهم في الفران على درجه الحراره
ديال 210 لمدة ربع ساعة. وقبل ما نحطهم في الفران غنوريكم التشكيلات اللي غادي نديرو. غنديرو ثلاثة تشكيلات، غنديرو وحدين ناتور، غنديرو وحدين بالبافو، غنديرو وحدين بالزنجلان. إذا من بعد ما الخبز ديالنا خمر ديال البرجر غنديرو ثلاثة تشكيلات. عندنا هنايا بيضة مع شوية الخل وشوية الماء باش ما تجي شوية جارية، وعندنا هنايا الماء بوحدو، وعندنا زنجلان ابيض او زنجلان عادي، والبافو. الطريقه الاولى بغيناه يجي مذهب بالزنجلان، ندهن الخبز ديالنا بالبيض. الطريقه الثانيه بغيناه يجي بالبيض والبافو يجي مذهب. طريقة ثالثة غنبغيوه بالزنجلان ولكن ما يكونش محمر، ما يكونش ما يجيش ذهبي اللون بحال اللي تيكون في المحلات المعروفين بالبرجر. وواحد غنخليوه ناتشور كاع ما نديرو فيه والو. دونك نمشيو اللي بغينا فيه الزنجلان نديرو فيه الزنجلان. واحد غنديرو فيه البافو، ونكملو بحكا على حساب الذوق، كل واحد كيفاش تيبغي البرجر ديالو. واحد غنخليوه طبيعي. إذا غنحطو في الفران على درجة حرارة 210 لمدة ربع ساعة، ومن بعد غنرجعو باش نوريكم النتيجة النهائية. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم لهذا الفيديو، ونتمناو تشتركوا في القناة ديالي وتضغطوا على لايك وتكتبوا كومنتير اللي عجبكم الفيديو. إذا حبابي ملي نخرج البرجر ديالي من الفران تنخليه برد شوية، تنحيدو من السيركل. اللي ما عندوش السيركل يقدر ما يديروش، ولكن أنا تنفضل أن نديرو باش ياخد نفس الفورما. ودابا غنوريكم كيفاش جا. جا رائع، وغنقسموه بهذه الطريقة، يعني ما مابقيتش نقسموه بشي طريقة أخرى حيت سينو ما غاديش نستعملو البرجر، وتقولي انه باقي محمرش مزيان. طريقه اكسبري درتها باش انه غير يرجع للفران وفي الوقت ديال التحضير ديالو باش يسخن ويكمل الطياب ديالو. نتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم، وما تنساوش تدعموني باشتراك في القناه ديالي والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. شكرا بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد. شكرا.